السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري من الأولى، والبداية بالعربي. أمير المؤمنين يترأس الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالقصر الملكي بالدار البيضاء حول موضوع العلاقات الثقافية والفكرية بين إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب الكبير، بلقاء السيد عثمان كان أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. بالقدس الشريف عمليات توزيع المساعدات المغربية الموجهة بتعليمات ملكية سامية متواصلة طيلة أيام الشهر الفضيل، وعلى مقربة من المسجد الأقصى ببلدة سلوان يتجسد تضامن المغربي الفلسطيني من خلال موائد الإفطار الرمضانية المغربية لفائدة المقدسيين. الإقبال على اقتناء الملابس التقليدية في شهر رمضان يعكس تمسك المغاربة بتراثهم وتقاليدهم المتجدرة. مسال نشر من القصر الملكي بالدار البيضاء، حيث ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هجرية، وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين السيد عثمان كان أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع العلاقات الثقافية والفكرية بين إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب الكبير. التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. في مستهل الدرس الديني أبرز الأستاذ عثمان كان أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية دور المغرب التاريخي والحاضر في ربط وشائج التعامل الثقافي مع عمق إفريقيا وبين التوجهات الغربية للفصل بين هذين العالمين، عالم المغرب الكبير وعالم جنوب الصحراء، لافتا إلى صعوبة تدريس العلوم الإسلامية في الجامعات الغربية بسبب التقسيم الأكاديمي المعمول به فيها. وأشار المحاضر إلى أن الإرث الاستعماري الغربي له تأثير كبير على المثقفين والأفكار في إفريقيا، ومن المؤسف أن الافتراضات حول التاريخ الفكري الإفريقي غير صحيحة ولا تنتشر داخل المؤسسات الأكاديمية الغربية فقط، بل يميل غالبية المثقفين الذين درسوا في المدارس ذات المناهج الغربية بإفريقيا وتحديدا جنوبي الصحراء الكبرى إلى الاعتقاد بأن إنتاج المعرفة بدأ من الاستعمار الأوروبي. وفي سياق ذي صلة ذكر الأستاذ عثمان كان بأن الأفارقة من الشمال والصحراء وبلاد السودان أسهموا إسهاما كبيرا في المعرفة الإسلامية، وبعدما أبرز أن المؤرخين المغاربة ذكروا إسهام العلماء الأفارقة في تدريس العلم الشرعي، أشار السيد عثمان كان إلى أن مراكز التعليم المغربية وخصوصا في فاس ومراكش كانت تجذب الطلاب والعلماء السودانيين لقرون، لافتا إلى أن مدينة فاس كانت مركزا علميا معروفا في العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى. وفي هذا الإطار قال المحاضر إن المغرب أنشأ العديد من الشبكات العلمية التي تجمع بين علماء المغرب والدول الإفريقية، وخرص إلى القول إنه ونظرا لروابط الدين والعلم والأخوة والمحبة الطويلة التي تربط المسلمين الأفارقة منذ أيام زيارة إبراهيم الكانمي للبلاط الموحدي إلى احتضان إفريقيا للمنتخب المغربي في كأس العالم، فإن التدخلات الاستعمارية الأخيرة لا يمكن أن تجعلنا ننسى تاريخنا الطويل من النضال والتعلم والتعليم من بعضنا البعض. وهذا المنتدى يا مولاي خير مثال على روابط الأخوة والمحبة هذه، أبقاكم الله ذخرا وملاذا للإسلام والمسلمين، ويسر على يديكم سبل نشر الخير والمحبة بين العالمين، والختم منكم مولانا أمير المؤمنين وسبط رسول الأمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما أغلقه الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي ختام الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس
كل من الأستاذة ياني زنوبة وحيد مديرة معهد وحيد للبحوث الإسلامية بإندونيسيا، والأستاذة عزيزة يحيى محمد توفيق الهبري أستاذة القانون في جامعة ريتشموند سابقا بأمريكا، والأستاذ الشيخ محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والأستاذ الشيخ محمد حسين جمال الليل مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العربية بجمهورية جزر القمر، والأستاذ مباندينغا سيرجي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية الغابون. كما تقدم للسلام على أمير المؤمنين الأساتذة أحمد محمد جاد الله رئيس مركز إيقاد الدراسات السنوسية وإحياء التراث بليبيا، وعمر ديل بوزو كاديناس رئيس مؤسسة مسجد غرناطة بإسبانيا، والشيخ محمد مداني طال خليفة الشيخ منتقى طال بجمهورية السنغال، وأرشد محمد عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية جنوب إفريقيا، وإبراهيم كوليبالي عضو اتحاد الوطني لمريدي الطريقة التجانية بمالي، والشيخ عبد الله محمد الماحي نياس المسؤول عن الشراكات والعلاقات الخارجية للاتحاد الإسلامي الإفريقي بجمهورية السنغال، وبشير طاهر عثمان مدير كلية القراءات بولاية بوتشي بجمهورية نيجيريا الاتحادية. إلى القدس الشريف، فغير بعيد عن المسجد الأقصى موائد إفطار تقدم للمقدسين طيلة أيام الشهر الفضيل في مبادرة لتكريس التضامن المغربي الفلسطيني من خلال العمل الميداني المتواصل لوكالة بيت ماري القدس الشريف لدعم الفلسطينيين والمقدسيين بتوجيهات سامية من جلالة الملك حفظه الله رئيس لجنة القدس محمد رضا العبيدي، أياد الطويل وعبد الله عليان. في شهر فضيل عنوانه التضامن تتجسد صورة أخرى من صور تضامن وتآخ ضارب في عمق التاريخ بين المغاربة والفلسطينيين، والصورة اليوم مسرحها بلدة سلوان المجاورة للمسجد الأقصى المبارك، حيث التأم الآلاف حول موائد إفطار تقيمها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك، عملية إنسانية رسائلها صلة للأرحام واستعادة لطقوس رمضان على عادة أهل القدس ودعم في ظروف عصيبة شها الفلسطينيون. شكراً لوكالة بيت المال المغربية إنها ساهمت في إفطار عدد كبير من الناس وجمعتهم على مائدة إفطار واحدة، وبشكر كل من ساهم في إعطاء هذه الفرصة للجميع. يعني اليوم إحنا موجودين مجتمعين متضامنين إيد بإيد وكتف بكتف على مائدة الإفطار الرمضانية، بنشكر جلالة الملك المغربي محمد السادس ووكالة بيت مال القدس الشريف على إنه هم دائماً بيزرعوا فينا هذا الأمل لإحنا نقدر نكمل ونقدر نضلنا نعطي بكل حب وشغف. هذا الإفطار عاش من طريق بيت المال المقدس الشريف عن طريق المغرب. أول شيء نشكر المغرب، نشكر المغرب لأنه لمت الحبايب والناس اللي ما بنعرفها نتعرف عليها. شكراً للمغرب، تحياتي لكم. عن جد يوم مميز ورائع، وهيك بذكرنا بروحانيات الشهر اللي أساسها الوحدة واللحمة، وإنه نجمع هيك لقمة مع بعضنا إحنا بيزيد الترابط بيننا. نعطيكم ألف عافية لجهودكم، وجد بفكر إنه هذا الإشي بورجينا إنه قدي إحنا كلنا كشعب واحد وكوطن واحد كلنا إيد واحدة، وحتى كلنا هيك في بيننا هذا الترابط مش شرط مغرب فلسطين. أشكر ملك المغرب محمد السادس اللي هو اليوم جمعنا بهذا الإفطار في بلدة سلوان في حي البستان. شكرا لمسموح للمغرب لأن بحبهم كثير. دعم سد لحاجات الأفراد المستفيدين، لكنها أيضا مساندة لأهل حي البستان المهدد بالهدم وتثبيت لوجودهم في بلدتهم.
إفطار رمضاني هو صورة من بين صور تضامن عديدة تقودها وكالة بيت مال القدس الشريف خلال الشهر الفضيل. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عملية الدعم الإنساني مستمرة في مدينة القدس الشريف، ونحن الآن في الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك بلدة سلوان، حيث نحضر هذا الاحتفال أو هذا المائدة الرمضانية الكبيرة، حضرها أكثر من 500 من سكان هذه البلدة عبر الشخصيات الاعتبارية لهذه البلدة، وشارك في هذه المائدة الأطفال والنساء وممثلون عن جمعيات في هذه البلدة. حي البستان، وقبله باحات المسجد الأقصى، وقبلهما مناطق عديدة. تتواصل عملية توزيع الحصص الغذائية اليومية على العائلات المستفيدة في القدس بواقع 1000 حصة يومياً، بعض من عملية إنسانية كبرى أمر بها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لفائدة الفلسطينيين في القدس وغزة. نبقى مع أجواء الشهر الفضيل، وهذه المرة من مدينة العتيقة لفاس، وتحديدا بسوق رصيف العريق الذي يعرف رواجا كبيرا خلال شهر الصيام. وصال إمغري وأنور غمري. سوق الرصيف بفاس من الأسواق العتيقة التي تقصدها ساكنة المدينة، قبلة تعرف حركية خلال شهر رمضان الفضيل. هنا تصطف محلات تجارية لبيع كل ما لذ وطاب من خضر وفواكه وزيتون وفواكه جافة ولحوم، فضلا عن أطباق فاسية محضة كالخلية. في إقبال الساكنة ديال مدينة فاس على مختلف المقتنيات وديال الشهيوات ديال شهر رمضان، اللي منهم الحلوى الشباكية، البريوات، الخليع، المقطرات ديال الزهر وديال الورد. تقيد عندنا كنصوبوا الشهيوات ديال رمضان، تقيد وعندنا الحلوى وعندنا الخليع، ووجد تقيد سخون بالحمد لله، والتجارة مزيانة وكل شيء مزيان. وخلال هذا الشهر الفضيل يكثر الإقبال على الحلويات التقليدية والفطائر، نشاط تجاري يرتفع الطلب عليه من طرف عشاق الذوق المغربي الأصيل لتأثيث مائدة الإفطار الرمضانية. الشهيوات الرمضانية الشباكية، الخليع، بالنسبة لهادشي الجديد دابا البيتزا الصغارين، ليكيش، هادو هما الحويجات اللي كيبغيوهم الناس. مسعود بالسلام والأمان والخير على الدوام، الفرحة الكبيرة وكل شيء فرحان والخيرات موجودة، وهذا من فضل ربي. وعلى أنغام جناوية يقف الزائر للمدينة القديمة على حركة تجارية يحافظ فيها تجار وحرفي والسوق على ابتسامتهم المعهودة في تواصلهم مع الزبناء والعابرين. الرغبة في التغيير تدفع العديد من الأفراد والأسر للبحث عن فضاءات جديدة لتناول الإفطار في أجواء مختلفة عن البيوت، فهناك من يفضل الشواطئ أو الحدائق، وآخرون يقصدون المطاعم، كما سنتابع في هذا الروبورتاج من الدار البيضاء لبوشعيب عماري وعبد الرحمن زيان. أشهد أن لا إله إلا الله. بطيف واسع من الأطباق الرمضانية تستقبل المطاعم زبناءها في هذا الشهر الكريم، يفضلون الخروج عن المعتاد وتناول وجبة الإفطار خارج المنزل والاستمتاع رفقة الأصدقاء في أجواء تطبعها اللمسة التقليدية الأصيلة ومفعمة بالمحبة والإخاء. وهذه كتعاوتاني عندك الوقت اللي كتكون مع العائلة واللي كتخرج مع الأسرة ديالك، وكتجي الوقت اللي كتلقى مع الأحباب مع الأصدقاء، تتهرز داك لا روتين، وكت هي نفسانيا كتعاون. بعد الخطرات ملي كنقنتو من البيت وهذا كنحاولوا نخرجوا على برا نديروا واحد افطار جماعي مع الوليدات في جنب البحر او في يعني في حدائق، وهذا كله الاساس ديالو هو يعني التغيير النمط المعيشي او النمط ديال الفطور، اللي هو يا كيولي الى ولا طيله الشهر كيكون واحد النوع ديال الملل وديال الروتين، وما فيها باس انه مره انه الواحد يلجا الى هذا التغيير. رغم تغيير أماكن الإفطار، فالمائدة المغربية بأطباقها الفريدة والمتنوعة تتطلب جهدا كبيرا لتحضيرها، ولكي يقتنع بها الزبون لابد من الإعداد المتقن والرائحة الشهية والذوق الرفيع. واللي كيتميز بهم طبعا كنوفروا للزبون حسب الاختيار ديالو، كاين دي فورميل وكاين عاوتاني داكشي الاختيار ديال مراعاة الاختيار ديال الزبون اللي كيجي عندنا حنا.
ولكن كيبقاو دوك الاساسيات ديال المائده ديال الافطار مثلا الحريره التمر الشباكيه بطبيعه الحال الاساسيات ديال مائده الافطار المغربيه معروفين الحريره الحسوه الشباكيه التمر وكيختلف شيء اخر على حسب الاختيار ديال الزبون هو لو شوا ديالو. اجواء استثنائيه تسودها روح التاخي والتازر واللم بين الاصدقاء والاهل والاحباب والاسره والعائله حول مائده افطار في مطاعم تنقل اجواء رمضان ببصمه مغربيه لمختلف تقاليد المملكه. بإشراف من مركز الإعلام الأممي المتحدة بالرباط احتضنت إحدى المؤسسات التعليمية بيت طوان فعالية ثامن نسخ نموذج الأمم المتحدة. موضوع النقاش أهداف التنمية المستدامة ومستقبل الماء في العالم. فنا شاكر العلوي وعبد العلي جنولي. الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الماء محور رئيسي ضمن برنامج النسخة الثامنة من نموذج الأمم المتحدة الذي تحتضنه تطوان تحت إشراف مركز الإعلام للأمم المتحدة بالرباط والذي يهدف إلى تعزيز مهارات العرض والترافع والتواصل والنقاش حول القضايا ذات الراهنية في وسط الشباب. فالنشاط هدفه هناك هدفين، هدف الأول تكوين وتطوير الشباب وتكوين في مهارات الحياتية والترافعية، والهدف الثاني هو الهدف الاقتراحي على الجهات المختصة من أجل المساهمة في التنمية والمساهمة في إيجاد حلول لمجموعة من الأزمات الموجودة في هذا البلد. هذه النسخة أهمية خاصة، لماذا؟ لأنها تناقش موضوعا حساسا وراهنيا وهو موضوع الماء الذي يعني يعرفه يعني هو نقطة حساسة جدا في وطننا وفي بلدنا الحبيب، كون المغرب يعرف إجهادا مائيا كبيرا ونحتاج لحلول. إشكالية الإجهاد المائي واقتراح حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية يلتئم لأجلها شباب نموذج الأمم المتحدة بتطوان بما يساهم في انخراطهم في التفكير والتحليل بخصوص موضوع الأمن المائي لتقديم أفكار حلول تدعم مشاركة الشباب الفعالة في القضايا ذات الأولوية على الصعيد الوطني. هؤلاء الشباب اجتمعوا من أجل تقديم مقترحات من أجل التقرير في كيف يمكن أن نتعامل مع الماء في المستقبل من خلال تمثيل محاكاة دولهم وما إلى ذلك. نموذج الأمم المتحدة بتطوان في نسخته الثامنة وعلى مدى 3 أيام سيسمح للشباب بتدرس مختلف جوانب الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة ومستقبل الماء في العالم وهو ما سيساهم في إغناء مدارك هؤلاء حول موضوع الأمن المائي والسلوكيات المطلوبة لضمان استهلاك معقل للماء. بحضور مجموعة من الطلبة ورجال الأعمال انتظمت النسخة الثانية من ملتقى الإبداع المقاولة الذي تنظمه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء. شعار التظاهرة التقي بالمستثمر. سعيد الإدريسي، مصطفى وداء ونوى المهذوب. طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الدار البيضاء ينظمون النسخة الثانية برنامج ريادة الأعمال، دورة تنظم تحت شعار التقي بالمستثمر، فرصة فريدة للشباب المغربي الطموح، مبادرة أصبحت محورا للابتكار وريادة الأعمال وعقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين المغاربة البارزين في هدف اكتشاف ودعم المشاريع الريادية التي يقودها الطلبة بالمدرسة. وحنا فرحانين بزاف لان اليوم كنشوفوا هاد البوادر اللي ولاو جداد مؤخرا في السنين الاخيره اللي كيجيو من القلب تاع اليونيفرسيتي. ما بقاش الانسان حتى يخرج من اليونيفرسيتي ومشي يخدم تبان ليه فكره، كيشوف الفكره تاعو واش خدامه، كيبيتشو قدام المستثمرين، كيعاون يصححها وينقحها مع حدو باقي في اليونيفرسيتي. هادشي ما كانش حال هادي. الوغ هاد ليفينمون كيعطي بلوس اوبورتونيتي للشباب اللي عندهم دي بروجي انهم يبيتشيو ديفون دي انفستيسور اللي صعيب يوصلوا لهم ولا لاكسي ليهم صعيب، ولا بارفوا صعيب تلقى الناس اللي يقدروا تيقوا في المشروع ديالك ويسمعوا لك ساعه ساعتين ولا ثلاثه يعطوك من وقتهم. دونك سي ان ايفينمون لي زوين، نتمنوا من الله نلقاو دي بروجي اللي فيهم ان كرون بوتونسييل. حدث يقدم منصة مفتوحة أمام الطلبة حاملي المشاريع وتمكينهم من فرص التعرف بها أمام ذوي الخبرة والتجربة مع إمكانية دعم وتمويل بعض المبادرات المبتكرة.
هذا ليفينمون هذا كان الهدف ديالو اننا نلاقيو الحاملين مشاريع مع دي انفستيسور لي دو او كاليبر باش انهم ينفستيسيو في لي بروجي ديالهم اي حتى الناس اللي عندهم عندهم ان لوبس على هذا الموضوع هذا باش انهم يوليو عارفين اكثر وبيان سور غادي يكون واحد البارطاج ديكسبيريونس. المشروع ديالي هو اعاده تدوير مخلفات الزيتون اللي يجي خلفهم لينا المعصره ديال الزيتون المرجان والفيتور الشاربون إيكولوجيك وأسمدة طبيعية تعاون في التطور ديال الشرب. التقي بالمستثمر مبادرة من شأنها تعزيز وسائل الابتكار وريادة الأعمال بين صفوف الطلبة وخطوة نحو خلق بيئة مواتية لخلق شركات عبر التشجيع والتعاون بين المبتكرين الشباب والمستثمرين المرموقين. في الأنشطة الحزبية نظم حزب الشورى والاستقلال ندوة حول المرأة المغربية بين الماضي والحاضر والمستقبل. المزيد في تقرير رشيديك. الأمسية كانت مناسبة لاستعراض مجهودات المرأة بين الحفاظ على هويتها وأصالتها والسعي قدما إلى إثبات وجودها. التدخلات خلال هذه الأمسية صارت في اتجاه تثمين المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المغربية بفضل جهودها المضنية وكفاحها المستمر لبلوغ مرادها. هذا الاحتفاء الذي يخص به حزب الشورى والاستقلال المرأة المغربية اليوم بمناسبة اليوم العالمي هو أمر جرت به أو عليه العادة، لكن الجديد هو أنه يتزامن هذه السنة مع العمل على إدخال إصلاحات على مدونة الأسرة التي قدم حزبنا بشأنها اقتراحات نعتبرها مهمة جدا. هذا الاحتفال الذي يأتي في سياق جد بارز في بلادنا ألا وهو انطلاق ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس. يمكننا إلا نفتخر بمغربيتنا في إطار جميع الورشات وجميع المبادرات تحت السيادة الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، اللي صراحة تشرفنا بجميع ما كيتعمل من أجل النهوض بالمرأة وبالوضعية ديال المرأة. الأمسية وقفت أيضا على أمجاد المرأة المغربية وما راكمته من قضايا على رأسها، المجهودات المبذولة لتحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال وتمكينها اقتصاديا وسياسيا. مسك ختام هذه الأمسية توج بتكريم مجموعة من النساء مناضلات الحزب كل حسب اختصاصاتها ومجالة اشتغالها. نقابيا، عقدت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مجلسها الوطني العادي بعد انعقاد المؤتمر الوطني السابع. الجامعة الوطنية للفوسفات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل المغرب تعقد مجلسها الوطني العادي يعني تحت شعار تكوين داعم أساسي لل يعني للعمل النقابي وللشغيلة الفوسفاتية، وهذا الشعار اليوم كيجي كذلك ولهذا المجلس الوطني كيجي كذلك بعد عقد الاتحاد الوطني للشغل المغرب. كذلك عقدنا المجلس الوطني أخيرا في شهر يناير في نهاية يناير، وعقدنا كذلك جلسة احتفائية بمناسبة ذكرى 50 لتأسيس الاتحاد الوطني للشغل المغرب. مناسبة اللي بالنسبة لنا تعتبر برنامج للنقابة للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفات، حيث يتم عرض التقريرين الأدبي والمالي والمناقشة ديالهم والمصادقة عليهم، كما يتم المصادقة على البرنامج السنوي للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفات، كما يأتي هذا المجلس الوطني في ظل تحديات على المستوى القطاع الفوسفات. برباط زار عدد من العلماء المشاركين في الدروس الحسنية التي تلقى بحضرة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله ضريح محمد الخامس، حيث ترحموا على الروحين الطاهرتين لجلالة المغفور لهما الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما قبل التوقيع على الدفتر الذهبي للضريح. في شهر رمضان الكريم يزداد الإقبال على اقتناء الملابس التقليدية أو خياطتها. تختلف الاختيارات بين عروض متنوعة تلبي أذواق الرجال والنساء والأطفال، إقبال يعكس تمسك المغاربة بتراثهم وتقاليدهم المتجذرة. كوثر أبو تير وياسين معزي.
ألوان مختلفة وقصات تواكب العصر لكنها تحافظ على جوهرها التقليدي، نزولا عند رغبة الزبائن. توفر هنية كمية أكبر من الملابس التقليدية من التي توفرها في الأيام العادية. فشهر رمضان الذي يرتبط بالعبادة هو فرصة كذلك بالنسبة للكثيرين لاستعادة التراث والاستمتاع بالزي التقليدي. بالنسبة للخدمة ديالنا والصناعة التقليدية ديالنا تبارك الله وصل عندنا كيكون الإقبال على طول السنة، ولكن عندنا شي مواسم كيكون الفرق ما بين موسم وموسم. كنبداو من كنجو قبل رمضان حتى اليوم الآخر في رمضان حتى ليلة العيد، يعني الجلابة المغربية أو القفطان المغربي بصفة عامة كيكون عليه إقبال كبير كبير وجد مهم. كعرف دابا في الأعياد ولا كالمناسبات كنبغيو شي حاجة تقليدية، جلابة هكا ولا قفيطين، هادشي علاش جيت. الجلابة والقفطان والجبادور في مقدمة طلبات شهر رمضان الكريم، منهم من يختارها جاهزة لتوفير الجهد والمال، ومنهم من يتمسك بالخياط التقليدي. الرجال دابا هاد العام عندهم إقبال مزيان، كاع الرجال هاد العام عندهم إقبال على العيالات، العيالات تلتجؤوا لهادشي ديال السوق، الرجال اللي باغيين تيجيو تيخيطوا عندنا دابا. أنا جيت اليوم هنايا باش نشوف شي قفيطنات و خفتنا لمناسبة العيد يكونوا هماويين وزبيونين، وصافي ونشوف شي جليبات إلى القطعة وثاني كذلك شي جلابة تكون زبيونة. ليلة القدر وعيد الفطر مناسبتان تجعلان الإقبال على الأزياء التقليدية يرتفع في العشر الأواخر من رمضان، عادة تعكس ارتباط المغاربة بتراث أجدادهم. سفر روحي مع الأغنية الدينية المغربية شعار حفل نظمته جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة بمسرح محمد الخامس برباط بمشاركة نخبة من الفنانين المغاربة. وجمع الحفاوي وياسين معزي. استمتع الجمهور الحاضر هنا بمسرح محمد الخامس بالرباط بباقة من الأغاني الدينية، حيث تنوعت الألحان والموسيقية بين شذرات من الطرب الغرناطي والأغنية المغربية العصرية، لكن يبقى القسم المشترك بين هذه الألوان الموسيقية هو مدح شمائل خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام والتغني بشهر رمضان باعتباره شهرا للطهر والإيمان. جينا باش نشاركوا في هذه الليلة تاع المديح بما فيه الموسيقى الروحية، المزج ما بين الموسيقى الأندلسية طرب الآلة اللي هو مديح والطرب الغرناطي اللي نعرفوا فيه أنه فيه القصائد المديحية، والمداحين معروفين تبارك الله، عندنا بن مسايب ولا عندنا بن خلوف. إن شاء الله نشرفوا هذه الليلة تاع رمضان، ليالي رمضان. إنه حفل تقليدي دأبت على تنظيمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة في شهر رمضان من كل سنة، وذلك لإبراز مدى الاهتمام بالأغنية الدينية كموروث فني يحظى باهتمام متزايد. معنا مجموعة من أستاذات جامعيات، طبيبات، مهندسات، ولكن يجمعنا كلنا حب الروح، هذه الموسيقى الروحية التي تتمثل سواء في السماع أو في الموسيقى الغرناطية. يهدف هذا الحفل كذلك إلى توثيق الذاكرة الفنية للأغنية المغربية الدينية، خاصة وأن المغاربة دائما كانوا متشبتين بالأغنية الدينية مع رواد الأغنية المغربية كعبد القادر الرشدي والبيضاوي وعن بجراري، ومتشبتين كذلك بالأغنية الوطنية. إن الأغنية الدينية في بلادنا التي أصبح لها عشاق كثر محتاجة إلى اجتهاد وإبداع ودعم أكبر، خاصة مع اختفاء الرواد، فهي بقدر ما تقدم الفن الراقي والإيجابي فإنها بدون شك تساهم في نهضة المجتمع والارتقاء بالذوق والأخلاق والسلوك. ثقافيا، دار الشعر بتطوان تحتفي بالشعر والشعراء الشباب في ليلة امتزجت فيها القصائد بالموسيقى. فنان شاكر العلوي، عبد العالي قنولي ونور الدين أبلال. دار الشعر بتطوان وليلة جديدة من ليالي رمضان الشعرية التي تحتفي بالشعر والشعراء والإصدارات الفائزة بجائزة الديوان الأول للشعراء الشباب التي تنظمها دار الشعر بتطوان كل سنة. يسترحن على سريري يتهافت الراؤون. نحتفي بتوقيع ديواني الأول ريستريتو بأخف ما يمكن الذي فاز بجائزة الديوان الأول للشعراء الشباب، ويعني
وبالتالي أعبر عن فرحي وسعادتي. مرثيات الوداع كانت هذه هي مجموعتي الشعرية التي سوف نحتفي بها هذا اليوم، وسوف يتم توقيعها هنا بالنادي الثقافي بمدينة تطوان. ثاني ليلة من ليالي دار الشعر الرمضانية بتطوان تنفتح على محبي الشعر ومبدعيه بفضاء نادي تطوان التاريخي وبرمجة تجمع ما بين الكلمة والنغم. هذا الانفتاح، الانفتاح على هذا الفضاء، الغاية منه هو استرجاع العمق الثقافي لمثل هذه الفضاءات الثقافية الكثيرة التي تزخر بها مدينة تطوان، واستعادة الحضور الثقافي داخل هذه الفضاءات من خلال توقيع دواوين شعرية كما نصنع ونفعل اليوم. دار الشعر بتطوان تخلد اليوم العالمي للشعر ببرنامج غني ومطول يستمر إلى غاية 5 أبريل ليحتفي بالشعراء الشباب، كما يتيح فرصة اللقاء مع مبدعي فن الكلمة بالعديد من الفضاءات الثقافية التاريخية بالحمامة البيضاء. أطفال بعمر الزهور لكنهم مثيرون فعلا للإعجاب، هم تلامذة إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة سلاء، أتيحت لهم الفرصة من خلال تظاهرة تربوية في مجال الابتكار للتعبير عن مواهبهم من خلال أعمال يدوية مبتكرة تعبر عن حسهم الإبداعي. عبد الرحيم شريب ونور الدين أملال. أطفال في عمر الزهور اختلفت مستوياتهم الدراسية وتعددت مؤسساتهم التعليمية، لكن توحدت أفكارهم وابتكاراتهم. مشاريع مبتكرة وراءها ناشئة تتطلع بثبات نحو المستقبل. اليوم غادي نقدم لكم البروجي ديالي اللي تصايب من مواد طبيعيه وكيعرف الكعبه وكيوصفها، وتصايب من الاردوينو هو مسجد ذكي. دابا هو متكون من عده اركان ديال الكعبه. باش نقدم مجموعه مشاريع ديالي اللي هي ماكيت، ريشيرش ديال التواضع، ريشيرش ديال التعاون، ريشيرش ديال ماي فيفورت سبورت. اليوم سأتحدث عن مشروع متعلق بنمو النباتات وزيادة حجمها النهائي للتكاثر. اليوم جيت البرانش ديالي باش نلعب وربح في طومبولا. المبادرة تقليد سنوي يروم المساهمة في تطوير ملكات التعاون والاندماج والابتكار والإبداع في صفوف الأطفال، وعلى سلم الأولويات تمكين التلاميذ والأطفال من صقل مواهبهم وتنمية معارفهم وقدراتهم في مجالات الابتكار. والهدف منه هو أن التلاميذ كيقدموا المشاريع ديالهم، وهي فرصة أيضا للتواصل باش يتواصلوا مع الآباء ومع الزوار. أطفال اليوم شباب المستقبل، وهنا برامج مكثفة لفائدة البراعم والأطفال لتعزيز روح المبادرة والانفتاح على ريادة الأعمال. بين هؤلاء الصغار يوما ما سيتخرج مقاولون وأرباب مقاولات كانت بدايتهم فقط حلم وفكرة وعمل واجتهاد. بمكناس نظم فرع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية الملتقى الثاني حول الرياضة بالعاصمة الإسماعيلية، محور نقاش واقع الرياضة تحديات وانتظارات. عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوثي. لقاء ثان للجمعية المغربية للصحافة الرياضية فرع مكناس، انشغال بواقع الرياضة بمكناس، المدينة التي كانت في السنوات الماضية في الواجهة بأنديتها ورياضيها وبنتائجها. اليوم كل شيء تغير، تراجع وتشتت في هذا المشهد، واقع شكل موضوع هذا اللقاء. الهدف من هذا الندوة هو وضع النقاط على الحروف على مجموعة من الاختلالات التي ستعيشها الرياضة عموما، خاصة مدينة مكناس اللي كانت من بين أهم المدن على الصعيد الوطني اللي كتحقق نتائج مهمة في كرة اليد، في السباحة، في كرة اليد الطائرة، كرة القدم اللي كانت في القسم الأول، ولكن كنتمناو
هذا الموسم ان فريق النادي المكناسي يرجع للمكانه ديالو. النادي المكناسي كيتعرفوا تاريخ حضاره، عنده القاب في جميع المجالات. نتمنوا انه هذه الندوه تخرج بتوصيات كما خرجت الملتقى الاول، خرج بعده توصيات واللي بلغناها في حينها لجميع الشركاء بما فيهم السلطات الاداريه والمنتخبين وجميع المتدخلين في المجال. في تشخيص واقع حال الرياضة المكناسية، غياب وقصور في البنية التحتية وفي تكوين اللاعبين والمستشارين وعدم استقرار اللاعبين والممارسين، غياب أيضا لرؤية رياضية واضحة واللائحة طويلة، لقاء يقتفي هذا الواقع بكل تحدياته. اليوم كيجي هذا الملتقى الثاني باش نتحدثوا على التحديات والانتظارات ديال الرياضة بمكناس، وغادي نربطوها بشكل يعني عضوي بالالتزامات المغرب الدولية على المستوى الدولي. نقاش وإبداء لرأي من جانب إعلامي وإرساء لأرضية استشرافية تكون دافعا لتغيير الواقع وتشريح المعضلة الرياضية بممارساتها المتعددة، أملا في إعادة إحياء السمعة اللائقة بالمدينة وتاريخها الرياضي. كذلك تم خلالها تكريم فعاليات رياضية وإعلامية محلية برزت في المشهد الرياضي المحلي والوطني والدولي. في كرة القدم، دور سدس عشر كأس العرش في كرة القدم يفرز نتائج منطقية وأخرى مفاجئة كإقصاء الوداد البيضاوي. الحق شرات مقابلات في غاية الأهمية مزجت بين أندية هاوية وأخرى محترفة مما دوب الفوارق، وهنا تكمن المكانة الرافعة لمسابقة كأس العرش كرة القدم لدى الجماهير الرياضية والأندية بكل مكوناتها. أبرز مفاجأة في هذا الدور هزيمة الوداد الرياضي بملعب البشير بالمحمدية أمام شباب سوالم الرياضي بهدف لا صفر، ليواصل سلسلة النتائج السلبية في موسم رياضي متواضع بكل المقاييس. الرجاء الرياضي وفي لقاء مثير فاز بمدينة برشيد بهدفين لا صفر على أولمبيك أسفي، ليواصل صحوته الكبيرة هذا الموسم. وبملعب الحسن تين بفاس فاز المغرب الفاس على اتحاد طنجة بضربة ترجيحية 3-2 بعد نهاية اللقاء بهدفين لمثلهما. وفي مباراة شبه محلية انهزم الكوكب مراكشي بميدانه أمام حسنة أكادير بهدفين مقابل هدف واحد، بينما أمطر شباب محمدية شباك يوسف البرشيد بأربعة أهداف لواحد. مفاجأة هذا الدور حققها فريق الاتحاد الرياضي الإسلامي الوجدي من القسم الثاني الذي فاز على الفتح الرياضي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وبسهولة كبيرة فاز المغرب التطواني بالرباط على الصاد المغربي برباعية دون رد، أما الاتحاد الرياضي التركي فقد فاز على جمعية القدس تازة بهدفين دون رد. وفي مباراة مهمة فازت المولدية الوجدية على النادي القنطري ب5-4 بضربة ترجيحية بعد أن يتلقى بهدفين داخل كل شبكة، أما مباراة نهضة بركان وفرق جيش ملكي فقد أجلت لوقت لاحق. أندية أولمبيك تشيرا راسينغ البيضاوي شباب فتح البيضاوي أمل تيزنيت أولمبيك ريبكا نهضة الزمامرة تأهلت الأخرى لدور الثمن. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. أمير المؤمنين يترأس الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بقصر الملكي بالدار البيضاء حول موضوع العلاقات الثقافية والفكرية بين إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب الكبير. الدرس من إلقاء السيد عثمان كان أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. بالقدس الشريف، عمليات توزيع المساعدات الإنسانية المغربية الموجهة بتعليمات ملكية سامية متواصلة طيلة أيام الشهر الفضيل. وعلى مقربة من المسجد الأقصى ببلدة سلوان يتجسد تضامن المغربي الفلسطيني عبر موائد الإفطار الرمضانية لفائدة المقدسيين. الإقبال على اقتناء الملابس التقليدية في شهر رمضان يعكس تمسك المغاربة بتراثهم وتقاليدهم المتشبعة. ربطت أوقاتكم وإلى اللقاء بحول الله.